لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. عبر المتحدث باسم نادي سيمبا التنزاني أحمد علي عن تفاؤله بإمكانية الفوز على فريق الوداد وبلوغ الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، وقال أحمد علي في الندوة الصحفية أنه يجب علينا أن نعاقب فريق الوداد الذي يتمتع بالجودة، كما يجب أن نظهر لهم قوتنا داخل ملعبنا بمساندة الجماهير التنزانية، معتبرا المواجهة بين كلا الفريقين هي الأكبر في إفريقيا هذا الأسبوع كون فريق الوداد هو حامل اللقب. وأضاف أن مهمة الفريق التنزاني هي فك العقدة وتجاوز الدور الربع النهائي بإقصائه لفريق الوداد، رغم أن المهمة لن تكون سهلة ضد حامل اللقب في الموسم الماضي. كما قال أحمد علي: نعترف بأن فريق الوداد أفضل منا، لكننا نعتقد أننا سنقوم بإخراجهم من البطولة. وقع المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو على عدة مفاجآت في قائمة فريق الوداد تحضيرا لمواجهة نادي سيمبا التنزاني في ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرضية الملعب الوطني في العاصمة دار السلام بتنزانيا. واستقر المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو على ضم المهاجم السنغالي بولي سامبو جينيورا لقائمة فريق الوداد رغم إيقافه من طرف الكاف، وذلك بعد جمعه لثلاث بطاقات صفراء بمرحلة المجموعات، وذلك في خطوة من كاريدو لتحفيزه كي يبقى على نفس المستوى الذي ظهر به مؤخرا في مباريات فريق الوداد. كما رفع المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو قائمة فريق الوداد لأول مرة إلى 25 لاعبًا بينهم ثلاث حراس مرمى، بينما واصل استبعاد المهاجم محمد أوناجم.